العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لكن الاسم الأول هنا بعد الدليل يسمونه ماذا؟ دليل الخطاب. احفظ هذا الاسم دليل الخطاب. الاسم الأشهر أو المساوي لدليل الخطاب أو اسم من أسمائه سموه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. هذا المفهوم المخالفة يكون مفهوما مخالفا قالوا بحيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور. ما ذكره الذي سكت عنه مخالف له كما بينا أشرت إليه. القيام مخالف للجلوس والجلوس مخالف للقيام. والحركة مخالف للهدوء أو السكون والسكون مخالف للحركة. يكون مخالفا له في الحكم. يكون مخالفا له في الحكم. الحكم هنا لا يقصد به الأحكام التكليفية. يقصد بها الحكم في اللغة. وهو إثبات أمر لأمر آخر نفيا أو إثباتا. قام فلان نام فلان. هل هنا يقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما قصنا يجوز ولا يجوز. يجوز هذا شيء آخر يسمى الأحكام التكليفية. أما الحكم فقط حكم فقط هو إثبات أمر لأمر نفيا أو إثباتا. فهنا في مفهوم المخالفة الذي سكت عنه لم يتكلم لم تتناوله الألفاظ الكلمة لم تتناوله وسكت يسموه مسكوت عنه هذا يساوي المنتوب يعكسه هو مخالفه ولكنه خالفه في حكمه سواء الذي نطقت به إذا كان إثباتا فهو يكون نفيا فهو يكون نفيا وإن كان الذي أثبته نفيا فهو يكون إثباتا إذن خالفه لأنه لا يخالفه وهو مثله يخالفه وهو مخالف له ما معنى مخالف له يعني مقابل هذا الذي نطقت به مثبتا فالذي تفهمه يكون إيش نافيا الذي أثبته حكمه أنه منفي فالذي تفهمه حكمه أنه يكون إيش أنه مثبت قال فيثبت حينئذ للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به هذا هو مفهوم المخالفة متى ما فهمت من المنطوق أي شيء مسكوت عنه وهو يخالفه في إثبات في نفي في الحكم خالفه في الحكم الذي هو الإثبات أو نفي ويساويه فيقال هذا الذي فهمته يا شيخ اسمه إيش مفهوم إيش مفهوم مخالفة وهذا الكلام مفهوم المخالفة هكذا يأتي ذكروا مسائل في مفهوم المخالفة يعني هل كل الألفاظ تستطيع أن تفهم فيها مفهوم مخالفة أو كل الأساليب هل كل كلمة كل لفظ ممكن تفهم فيها مفهوم المخالفة أو لا بداية نعلم أن الألفاظ التي نتكلم بها قوالب وأواني وموازين للمعاني وجدت المعاني أولا ثم جعلوها في قوالب قوالب هي الألفاظ هذه القوالب تنطق ويكون له المعنى معه ظاهرا ما نطق من هذه الألفاظ ألفاظ لها دلالاتها لها معانيها ومعها من خلفها أيضا معنى آخر من خلفها إيش؟
معنى آخر، فيكون مرة صريحا ومرة يكون تلويحا، ليس صريحا. فما كان من هذه المعاني التابعة للألفاظ من القسم الأول صريح ذهب، فهمنا معنى ذهب أنه لم يبقى، شفت كيف؟ نام، فهمنا منه أنه لم يستيقظ. هذا النام وهذا ذهب وأي شيء آخر مما تدل عليه الألفاظ يسمى تصريحا، هذا معنى صريح. إذن هو منطوق، هو الذي نطق به ذكره في نطقه وعلمناه. أما الآخر الذي لم ينطق به وسكت عنه وقد وصلنا إليها بإيش؟ بالفهم. هذا يكون مفهوما، هذا يكون إيش؟ يكون مفهوما. انتبه، قسمين بداية، معاني لها قوالب ألفاظ. هذا الكلام نطقنا بالكلمة، الكلمة لها دلالتان، دلالة ظاهرة صريحة وهذا المنطوق، ودلالة أخرى غير صريحة هو إيش؟ المفهوم. هذا المفهوم، تعال إليه مفهوم، قد يكون المفهوم مساويا لما نطق به، نطق بشيء والمعنى الظاهر معنى هذا المصرح يساوي الذي فهمته، يساويه تماما. أحيانا لا يساويه، سنأتي لهذا الأمر أيضا كله في داخلها. لأجل هذا أن الألفاظ قوالب ولها دلالات صريحة وغير صريحة، بحث العلماء أماكن التي فيها هذه المفاهيم، هذه إيش؟ المفاهيم بحثوها وقيدوها لنا حتى نحفظها بداية وبعدين نطبق عليها. قد نفهم مفاهيم أخرى غير داخل هنا، لذلك حتى هم في أنفسهم في تفاصيلهم أحيانا يذكرون مفهوما يقول هذا راجع إلى المفهوم الفلاني، هذا المفهوم راجع إلى مفهوم الفلاني، ومهما يكون من أمر فقد قيدوا لنا هذه المفاهيم في 9 أمور. في 9 إيش؟ في 9 أمور نوجزها، ثم إن شاء الله هذا موضوع درسنا اليوم ونتابع. هذه المنظومات تسهل لنا بإذن الله تعالى حفظ هذه العلوم. لذلك الذي عنده قدرة في تنظيم العلوم ما قصروا معنا، جزاهم الله خيرا، فنظموا لنا هذه العلوم وأوجزوها لنا وجعلوها لنا أسهل مما لو كان منثورا. هذه المفاهيم قسموها وجعلوها في هذه المواضع 9. قالوا صف واشترط علل ولق ثنيا وعدة ظرفين وحصر إغياء. هذه 9 كلمات هي المواضع التي تناولها العلماء في بيان المفاهيم. ولقب علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. لو أردت تكتبها بعدين تكتبها من شيخ فضيلة الشيخ عبد الله. علل صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. هكذا تحفظها من البداية ونحفظها جميعا، ثم بعد ذلك نبدأ في ماذا؟ في تشريح، في شرحي. المفهوم من الشرط، مفهوم الشرط. طبعا هذه المفاهيم كبداية أيضا، ليس أن كل مفهوم، طبعا نحن الآن لأننا دخلنا في مباحث اللغة معه،
هذه مباحث لغوية في كتب الأصول. ليس أن الإمام يستدل بكل هذه المفاهيم التي سنذكرها الآن، ولكن الذي عند الإمام أن المفهوم عنده دليل، فيه مفهوم يعتبره ويأخذ به، وفيه مفهوم لا يستدل به لأمر سنذكره أيضا، نعم لأمور أيضا سنذكر، لكن ليكن من البداية نمسك به أن المفهوم سواء كان من الكتاب أو من السنة دليل من أدلة إيش؟ من أدلة الإمام مالك. هل هذه الأدلة التي نسردها هنا كلها يستدل بها إمام مالك في هذه المسائل التي سنذكرها؟ لا. لماذا؟ لسبب إن شاء الله نذكرها أيضا. وليس كلهم أيضا كما قلنا، ليس كل من قال بأن دليل أو مفهوم المخالفة دليل عنده أنه يستدل بكل هذه الأدلة، لأن بعض المفاهيم يكاد يخلو من مستدل، لم يذكروا إلا واحد اثنين ثلاثة أو كذا، هم الذين يعتبرونه، والباقون كلهم لا يعتبرونه. هذا لا يقدح فيه ولا يقدح فيما نحن فيه، نحن في ماذا؟ في إثبات أن مفهوم المخالفة من أدلة إيش؟ الإمام مالك. مفهوم الشرط قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. أمرنا المولى عز وجل أو أمر المولى عز وجل المطلق أمره بماذا؟ بأن ينفق على زوجته إن طلقها وهي إيش؟ وهي حامل. هذا المنطوق ليس كذلك؟ طيب ماذا تفهم منه؟ فهموا منه إن لم تكن حاملا، بس هذا هو. نعم. فيأتيك واحد يسألك: يا شيخ فلان طلق زوجته وليس حاملا، فهل عليه نفقة؟ قال: لا. أنا تقول له: لا. ليش؟ لأن الله يقول: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يقول لك: يا شيخ هذه تتكلم عن المرأة التي هي حامل ومطلقة. قال: نعم. أن الفهم معناه أنه إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. تمام. هذه آية، إذن هكذا يستدل بها الإمام في هذا الموضع، وفي كل موضع يصلح الاستدلال. فأنت خذ الشرط، خذ الشروط، آيات التي فيها شرط في القرآن الكريم افهم فيها هذا الفهم. ما لم يوجد ما يمنع هذا الفهم، فيه موانع الفهم سنتكلم عنه، لكن ما لم يوجد مانع من موانع الفهم وأنت فهمت من الشرط فهما، امشي عليه وتوكل على الله. واضح؟ طيب، الشرط من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من ابتاع يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ايش معنى يستوفيه؟ ياخذ من مكانه الى مكانه، يستلم. لا يجوز ان تشتري رز من الدكان ذاك او من المخزن هناك، من المستودع هناك، وتبيعها من المستودع ولم تستلم. ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الطعام عندما تستلمه بعدين تبيعه. وماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه، يمنعه فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ أنه إيش؟ لا، أنه إيش؟ لا، أنه إذا استوفاه يجوز إيش؟ يجوز بيعه حتى يستوفيه. قيده هنا شرط: لا يبيع حتى يستوفيه، شرط. ما دامت ابتاع فلا يبيع حتى يستوفيه، فإذا استوفاه يجوز إيش؟ يجوز بيعه. فهكذا يستدل بها العلماء. هذا مفهوم ماذا؟ شرط. مفهوم الشرط. مفهوم آخر اسمه مفهوم الغاية. مفهوم إيش؟ الغاية. الغاية نهاية شيء، غاية نهاية شيء أو هدفه. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعدما أجاز للشخص أن يطلق مرة ويطلق مرتين ويطلق إيش؟ ثلاثة.
لكن ثلاثا عبر عنها بطريق جميل جدا. نعم. فقد عند ثانية نبه تنبيه كبير: الطلاق رتعة. نعم. قيد الطلاق كله بمرتين، مع أنه في مرة ثالثة، لكن رحمة بنا حتى ننتبه يا مشايخ، لا نخرج من هذا الباب، لا نتلاعب بحرمات الناس. نعم. فقال سبحانه وتعالى: فإن طلق، انتبه هنا الله سبحانه وتعالى كأنه يفوض أو لا يفوض، لكنه يقول لنا: هذا أمر أنتم الذي تصرفتم فيه، بقدره بتقديره سبحانه وتعالى، بقضائه وقدره نتصرف، لكن ها يقول لك كأنه يقول لنا: لا تلوموا إلا أنفسكم. فإن طلقها، أي طلق الزوج زوجته مرة أخرى بعد ثانية، فيكون كم؟ ثلاث. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ماذا نفهم منه؟ أنه إذا تزوجت زوجا غيره يجوز له إيش؟ الرجوع إليه. نعم. كما عرفتم في كتب الفقه أيضا لا يكون الثاني هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حتى تنكحه، والنكاح هنا نكاحا صحيحا، ليس النكاح المحلل ولا نكاح تدبير يمشي هناك فقد تزوجه فلان قال طلقته مرة ويرجع، لا، ليس بهذه الطريقة. نعم. لأنه قال في حديث صحيح: تعرفونه للمرأة حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك، لا بد منه. والرجل أغار ما يكون في امرأته، انتبه، في امرأته يتركها يتزوجها رجل آخر ويبيت معها، ويجوز له هو، لأنه خلاص الآن ليس امرأة لأحد، أول كان له ثم طلقها ثلاثا، أصبح الآن هو لا يصل إليه، أجنبي عنها، فهي تزوج بأجنبي والرجل يرى هذا الأجنبي يسكن مع زوجته، ليس سهلا. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا: فإن طلقها، انتبه هنا إذا طلقتها دخلت في باب آخر صعب. الشاهد عندنا هنا في مفهوم الغاية: حتى تنكح زوجا غيره، أي لا يجوز له، هذا منطوق الحديث، لا يجوز الآية عفوا، هذا منطوق النص القرآني، لا يجوز للزوج الذي طلق بعد حتى تتزوج المرأة زواجا صحيحا من رجل آخر، فإذا خرج منها بطلاق آخر من عنده أو بموت ذاك الرجل فإنه هنا يجوز له أن يعود. قوله حتى تنكح زوجا غيره، أنه إذا طلق أو إذا نكح زوجا غيره هنا نكاحا صحيحا وخرج منه، هنا يجوز له أن يتزوجها. هذا مفهوم غاية، مفهوم غاية حتى تنكح. قال من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. هذا مفهوم، تمام. طيب الآن حتى هنا، حتى يستيقظ، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن هذا المبتلى المجنون حتى يفيق وحتى عاد إلى رشده، وعن الصبي حتى يكبر حتى يبلغ، تفيد حتى ليس بالنطق، بالنطق معروف أن نهاية رفع القلم إلى الكبر في الصبي، عند البرء أو البرء في المبتلى، وعند الاستيقاظ في النائم، هذا اللفظ. لكن ما الذي فهمناه منه؟ بعدما حصل الاستيقاظ، وبعدما حصل البرء، وبعدما حصل إيش؟ الكبر. فماذا فهمنا منه؟ أن القلم حتى الآن بقي مرفوعا؟ لا، إذا نزل، أن القلم سينزل وسيكتب، بعد هذه سيكتب، لأن المفهوم مفهوم إيش؟ مفهوم الغاية، وقد وصلنا إلى الغاية. إذا الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والقلم إذا والنائم إذا استيقظ، أنه لا يرفع عنهم القلم، هذا هي الغاية، هذا المفهوم، لا يرفع عنهم، رفع لأجل كذا، هذا انتهى، غاية انتهت، إذن لا يرفع، بل يتعلق بهم خطاب إيش؟ خطاب التكليف بالأحكام الشرعية. هذا مفهوم ماذا؟
الغاية من الكتاب ومن ومن السنة. في مفهوم العدد، عدد أيضا في مفهوم. الله سبحانه وتعالى قال في حد الزاني والزانية، الزاني هو الرجل الذي يصيب فرجا محرما، والمرأة التي أيضا تصيبه رجل بدون نكاح، كلاهما الله سبحانه وتعالى قال في حقهم في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100. وماذا تفهم من 100 في هذا المفهوم؟ ومئة عدد ولا ليس عددا؟ عدد. هل لو أن أحدا ضرب 99 جلدة يقول له يا شيخ بقي واحد؟ قال خلاص باقي هذه 99 هي 100 هي 100، هل نوافقه؟ لا، المئة ليست 99. ولو أن نعد معه فوصل إلى 100 ويريد يضرب الآخر، قال يا شيخ أنت تريد أن تتجاوز؟ قال لا، 101 100 كلها واحد، هل هي نوافق ولا هذا؟ لا نوافق. إذن 100 هي 100. فنفهم من قوله سبحانه وتعالى 100 جلدة أنه لا يجوز 99 ولا يجوز 101. نعم، فهمنا هذا، هذا فهم فهمناه، ما تكلم هو إلا عن 100، لذلك 99 نحن فهمنا أنه لا، ومئة وواحد أيضا فهمنا أنه لا، هذا فهم فهمناه منين؟ من العدد، ليس من الزاني وزانية، لا، إنما فهمناها من العدد. هذا يسمى الفهم، يسمى إيش؟ العدد. هذه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرقام الأخرى التي في القرآن الكريم من هذا الباب يدل على فهم أنه أبدا لا يجوز زيادة عليه. أما في السنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب بعدد، فقال في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أو 7 مرات بالأعداد التي بعدها. وإن كان هذا الحديث مضطربا كما عرف أهل هذا الفن أنه مضطرب في لفظه، لا ينقص من قدر الحديث هذا، وشاهد عندنا 7 مرات. فهنا فيه مفهوم عددي أنه أبدا في غسل ولوغ الكلب لا يجزئ إلا 7، والسبع معلوم بأي لغة، ليس 6 ولا 8. نعم، بمجرد قال فليغسله 7 أو 7 مرات فهمنا أن ما دون 7 لا يجزئ، وما فوق 7 أيضا لا يجوز، ليس لا يتناوله هذا اللفظ، فهمناه. فيسمى مفهوم إيش؟ مفهوم العدد أيضا. إذا مفهوم العدد من الكتاب، ومفهوم العدد من السنة. فيه مفهوم اسمه مفهوم لقب، مفهوم اللقب. ويغسلون باللقب ليس ما يقال نحن عندنا في تناولنا، وإن كان يتناوله، لكن ليس المقصود هذا. لما تقول سيساو، سيساو لقب ليس خاص للشيخ، صحيح؟ نعم، قبيلة كلها سيساو. لما تقول كه ليس خاص بي أنا، إنما للقبيلة كلها. لكن نحن بعددنا هنا أتوقع أن كل واحد، ولو تواطأنا في اسم أبو بكر مثلا، أو عمر مثلا، أو عثمان مثلا، أو محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، لو تواطأنا فيه، اسمي محمد واسمك محمد واسمي أبو بكر وأنت اسمك أبو بكر أيضا، لكن كل واحد ها بالتركيبة معينة يعرف أنه إيش؟ أنه المراد، أنه المراد. فهذا الذي يسمونه لقب، يقصدون به هذا اسم علم، فيكون اسم إيش؟ اسم العلم. أحيانا يكون اسم النوع، لكن اسم العلم يتناول كلها، يدخل فيها. لما تقول قام زيد، قام زيد، وكان في المجلس
كان فيه زيد وعمر، فقلت قام زيد، ماذا تفهم؟ أن الآخر الذي هو من؟ أن عمرا لم يقم. نعم. من أين فهمته؟ من ذكره الاسم. جاء موسى وكان مع موسى إبراهيم مثلا، لكن قلت جاء موسى، تفهم نفهم ماذا؟ أن من لم يأتي، أن إبراهيم لم يأتي، وهكذا فهمناه من أجل التسمية. هذه التسمية سمى لقبا. طبعا هو كما يقولون إنه ضعيف مفهوم هذا عندهم، لذلك تركه كثير من العلماء لا يكاد يعمل به، فيما وقفت عليه إلا عالم سمى أبو بكر الدقاق، قالوا إن أبا بكر الدقاق هو يعمل بهذا المفهوم، لكن جمهور العلماء لا يعملون بهذا، وإن كان المفهوم قائما موجود، هو مفهوم، لكن لا يعتبرونه كدليل. واضح؟ عفوا. وفي سبب لتركه، لأنه اسم جنس أو أنه ضعيف فتركوه. إمام مالك تركه، وسنأتي لذلك لأجل لبيان ذلك، لماذا تركه؟ لأنه فيه مانع من موانع الأخذ به، فليس قويا في باب الاستدلال. من هذه المفاهيم بعد مفهوم اللقب مفهوم الاستثناء. مفهوم إيش؟ الاستثناء. الاستثناء أصله أو صيغته الأقوى النفي والإثبات. للاستثناء صيغ، لكن أقواها النفي والإثبات، النفي والإثبات. لذلك قالوا في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المفهوم من هذه الصيغة أن الله إله. قوله لا إله إلا الله فهمنا منه أن الله إله، فهمنا منه لأجل النفي والإثبات، لأن الذي نفاه نطق به هو نفي جميع الآلهة، فلما نفى جميع الآلهة فهمنا منه وقال إلا الله، فهمنا منه إذن أن الله هو الإله. نعم. نفي الآلهة هذه منطوق، هذا منطوق، لكن إثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى مفهوم من هذا النفي، لما نفاه من الجميع صار الله هو الإله. هذا المفهوم، ومثله إنما فلان كذا، بإنما، لأن إنما أيضا من أدوات إيش؟ من أدوات الحصر، من أدوات الاستثناء، عفوا، إنما يكون في الحصر ليس في الاستثناء. هكذا في الاستثناء بالنفي والإثبات أو بغير، يأتي بالغير أيضا لأن غير فيها معنى النفي. بعد ذلك نأتي لمفهوم الحصر، مفهوم آخر من المفاهيم التي ذكرناها في المجمل في البيت، الحصر. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حصر التكليف على ما يطاق فقط. هذه الآية تحصر المكلف به في حدود ما يطاق، أما ما خرج عن الطاقة فهذا إيش؟ غير مكلف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحصر التكليف فيما كان مطاقا، فيما كان مستطاعا، أما ما لم يكن مطاقا ولا مستطاعا فلا تكليف. وهذا الحصر بهذا الأسلوب، وفيه أسلوب آخر هذا الذي سبق لساننا الآن قبل قليل في إنما، أو في حصر المبتدأ على الخبر، أحيانا يحصرون المبتدأ على الخبر وأحيانا يكون بإنما، فتأتي بإنما وتحصر فيها، وأسلوب الحصر بإنما تعرفونها
كذلك الحصر بحصر المبتدأ على الخبر. لما تقول كقولهم مثال لهم العالم زيد، العالم زيد يفهم منه أن عمر أن عمرا عالم؟ لا، ما فهم منه أن عمرا إذن ليس عالم، لأنه قال العالم زيد، والعالم زيد مبتدأ وخبر، وحصر المبتدأ الذي هو العلم حصره في الخبر الذي هو زيد. نعم. تقول أيضا صديقي عمر، إذن زيد ليس صديق، فحصرت الصداقة كله في هذا. هذا يكون في حصر المبتدأ على الخبر من باب الحصر. كل هذا يفهم منه مفهوم الحصر، هذا الذي فهمته اسمه مفهوم إيش؟ مفهوم الحصري. نعم. نعم شيخ؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة. نعم. من مفاهيم الحصر من السنة، طبعا من الكتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن اللغة ما ذكرنا. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا نفي بغير استثناء، نفي وإثبات، بغير طهور إثبات ولا نافي، إذن هنا في حصر أيضا. فحصر قبول الصلاة بماذا؟ بالطهارة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذن الصلاة بطهور مقبولة، الصلاة بطهور إيش؟ مقبولة. هو لم يتكلم عن هكذا، لكن نحن فهمناها فهما من هذا الأسلوب الذي تكلم به. من المفاهيم مفهوم الصفة، والصفة هنا أيضا ليس الصفة عند النحويين الذي سموه النعت، نعم لا يقصد بها هذا، لكن أيضا في معناه أنه وصفه، وصف الذي يريد أو يتكلم عنه. الله سبحانه وتعالى في بيان من تحل نكاحها في سورة النساء قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاللاتي دخلتم بهن هذه الجملة صفة، صفة لمن؟ نسائكم. نعم، وصف النساء باللاتي دخلتم بهن. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أنت من كلامك أو من كلام أي واحد يشرح لنا هذا الكلام يقول طيب من نسائكم اللاتي لم تدخلوا بهن إيش فيها؟ يجوز. نعم، لأننا لا تنسى أننا قلنا إنهم قالوا هذا الخطاب يخالف المنطوق إثباتا ونفيا، فإذا أثبتنا هنا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أنه لا يجوز، إذن من نسائكم اللاتي لم تدخلوا بهن إذن يجوز لأنه مخالف. فهنا فهم قال فمفهوم اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط أنه لا تحرم عليه بنتها، بنت هذه المرأة لا تحرم على الرجل. طبعا هذه صور أنا أعتبرها قد يحصل، لكن أنا أعتبرها استطرادات علمية ساق العلماء إلى هكذا. لكن تصور في مجتمعنا نحن الذي نعرفه، واحد جاء في بيت فلان وخطب المرأة، فإذا المرأة يعقد له أو تعقد له يوم الجمعة عصرا، فعقدوه عصرا، فرح الرجل وذهب إلى البيت ووجد فيها بنت أعجبته. بنت من هذه؟ قالوا بنت الزوجة التي عقدنا لك الآن. قال تلقتها وأنا أريد هذه. يتصور هذا عندنا؟ لا يتصور، لكن مسائل علمية هي. لو حدث هذا حكمه، فيقال له نعم يجوز، فالناس سينكرون، طبعا كل الناس سينكرونه عادة فقط، لكن ليس دينا، الإنكار هنا عادة، أما دينا نعم. فقال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ما دام الدخول لم يحصل بينهما فبنت تلك المرأة يجوز له أن يتزوجها. ففهمنا أنه إذا دخل بها لا يجوز بنتها. هذه من الكتاب مفهوم الصفة. ومفهوم الصفة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث أنس في الزكاة قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. وفي صدقة الغنم في سائمتها. طبعا الغنم إما أن يكون سائمة أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة. نعم. فلما ذكر أحد الوصفين صار الوصف الآخر ليس مثله، فسيثبت حكما مخالفا لما ذكر أن الزكاة وجبت في السائمة، إذن الزكاة لا تجب في المعلوفة. هذا المفهوم منه. فقال مفهوم الصفة هنا أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. لكن أشرت في البداية أن مالكا رحمه الله ليس مستدلا بكل المفاهيم هذه. هذه خذها من المفاهيم التي لم يستدل بها الإمام مالك، لم يأخذ بها. هذا هو الثاني. نعم هذا ثاني. الأول هو ثاني. تمام. فهذا المفهوم نعم لقب وكذلك في الصفة هنا في هذا الحديث بالذات لا يستدل بها الإمام. وفي صدقة الغنم في سائمتها الإمام لا يرى هذا، ليس لأجل أنها ليست صفة، لا هي صفة، ليست لأنه لا يفهم منه، لا يفهم منه، لكن عنده مانع، في مانع من الموانع، من موانع الفهم سنذكرها هذه آخر درسنا إن شاء الله. في موانع المفاهيم هناك أدخل مالك هذا النص، هناك قال هذا النص فيه مانع مما يجعله لا يتكلم بهذا النص هنا مباشرة، فيوجب إذن الزكاة في المعلوفة وفي السائر. من المفاهيم الشرط الظرف، وعرفتم الظرف، لذلك صاحب البيت قال الظرفين يكون مكانا أو زمانا. قال سبحانه وتعالى لما تكلم في الاعتكاف وقال في القرآن الكريم: وأنتم عاكفون في إيش؟ في المساجد. في المساجد نهاهم عن مباشرة النساء وهم عاكفون في المساجد. ثم قال أيضا: الحج أشهر معلومات. المساجد أماكن، والحج أشهر هذه أزمنة. إذن الاستدلال هنا على ظرفين، ظرف مكان في المساجد وظرف زمان في الأشهر. فماذا تفهم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ ماذا تفهم منه؟ أنك إذا لم تكن في المسجد، إذا لم تعتكف في المسجد فتباشروهن إن لم تكونوا عاكفين في المساجد، أما وأنتم عاكفون في المساجد فلا تباشروا. هذا واضح. الحج أشهر معلومات، إذن الحج في غير هذه الأشهر ليس معلوما. إذن نعم. فقال مفهوم الظرف هنا أن الاعتكاف في غير المساجد والحج في غير أشهر الحج غير مشروع ولا يحل أيضا. واضح. فقيد الإمام مالك الاعتكاف مع الصوم في المسجد لأجل هذا المفهوم في المساجد، وأنتم عاكفون في إيش؟ مساجد. نص هنا نص على المساجد فيعمل بها. أما المفهوم الذي هو أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد، هذا الذي فهمه فهما، فعنده أن الاعتكاف يكون في المسجد. هذا مفهوم الظرف زماني أو مكاني من الكتاب، ففيه مفهوم الظرف أيضا من السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت إيش؟ الشياطين. انتبه، إذا دخل شهر رمضان ظرف ماذا؟ زمان. ظرف زمان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. فلينفث عن يساره، ظرف إيش؟ مكان. ظرف مكان. إذن الحديث أيضا فيه ظرف زمان
وظرف مكان. وفيه مفهوم، نعم فيه مفهوم أيضا، مفهوم الظرف في غير رمضان أن غير رمضان من الأشهر لا تفتح فيها إيش؟ قال إذا جاء شهر رمضان فتحت، إذا جاء شهر رمضان فتحت. طيب ذهب شهر رمضان، هذا هو مفهوم. نعم. كذلك أن النفث عن اليمين، لأنه قال فلينفث عن يساره. طيب النفث عن اليمين، قال لا ما تكلم عن يمين، غير مشروع. نعم لا ينفذ اليمين، يقول يمين يسار كلها سواء. أهم شيء فلينفذ. لا 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 يا شيخ، لا هنا التقيد كما تقيد العلماء بهذا المفهوم أن النفث يكون عن إيش؟ عن يساره. وطبعا في مفهوم آخر عددي، ثلاثا، قال ثلاثا أيضا. هل يفعل أربعا؟ يفعل ثنتين؟ لا يفعل ثلاثا، في مفهوم آخر. نعم. من المفاهيم أيضا مفهوم العلة، مفهوم العلة. هذه العلة جعل باب القياس، العلة جعلت باب القياس الذي هو أصعب باب في الأصول، لكن أصعب ما في القياس الذي هو أصعب في الأصول العلة. نعم تكلم فيها العلماء وتعبوا فيها، ونحن حتى الآن ما نفهم شيئا من العلل هذه، مش نتكلم فيها إلا إلا. نعم نعم صراحة علم يعني مصدره الفهم العميق لهذه اللغة العربية، هذه اللغة الغنية، هذه اللغة العجيبة هذه. نعم. فهناك مفاهيم، مفهوم العلة، مفهوم العلة هم في الأصل أو في اصطلاحاتهم أو في كلامهم كثيرا إذا قالوا خمر فالمراد منه عصير عنب، عصير عنب، عصير عنب جاء إلى مرحلة صار خمرا وباسم الخمر يحرم. هل حرم لأنه عصير عنب فقط؟ لا. هل حرم لأنه سائل فقط؟ إذن في شيء. هذا الشيء الذي به وصف عصير العنب بالحرمة هذا الذي يعلوه علة، وهو منات الحكم. نعم منات الحكم، قول بأنه حرام، حرام حكم، أين تعلقه؟ حرام مثل ثوبك الذي تضعه في الصندوق، يا إما تعلقه تعليقا. فالحرام لا تتركه هكذا يدور في البيت، لا لا بد أن تعلقه مكان، مفهوم؟ فمكان الذي تعلق فيه هذا الذي سموه العلة، سموه إيش؟ سموه العلة، فمنات الحكم. والخمر حرمت والتحريم حكم، والحكم لا بد له من مناط، فنظروا ونظروا ونظروا ووجدوا أن الإسكار، الإسكار والإسكار تغيير مزاج العاقل أو تخليط عقل العاقل، هذا الإسكار، الإسكار الإذهاب بعقل العاقل، فإذا ذهب عقل العاقل فقد إيش؟ فقد سكر. فقالوا إذن الخمر هنا لما وصف بالإسكار، لما كان فيه الإسكار صار ماذا؟ صار حراما، فكان متعلق تحريم، تحريم هو العلة التي هو الإسكار، واضح؟ طيب إذا اتفقنا على هذه المقدمة على أن الخمرة حرمت لعلة الإسكار، لعلة الإسكار، وكان عندك سائل، سائل، سائل معناه ماء، شيء مائي، سميه مائي، اللغة اليوم سموه مائي، هو سائل. على فرض سائل موجود عندك في البيت وفيه الإسكار، فتعلق حكم التحريم به، فتقول هذا خمر حرام، هذا خمر حرام، لماذا؟ لأن فيه إيش؟ فيه إسكار. وبعد فترة، بعد فترة زال عنه الإسكار، زال عنه إيش؟ الإسكار. هل حتى الآن يكون حراما؟ لماذا لم تحرمه يا شيخ؟ قبل قليل حرمته والآن لا تحرمه، للعلة. أيوة تماما للعلة، إذا حرمه للعلة، فإذا حرم للعلة ففيه مفهوم،
أن ما لم تتوفر فيه العلة ليس حكمه مثل حكم الذي فيه العلة. نعم. فقال طبعا هذا يشبه الذي مضى. قال قولك حرمت الخمر لإسكارها، فالفرق بين هذا النوع يعني من المفاهيم في بالعلة وبين النوع الأول الذي هي مفهوم الصفة، الفرق بينهما، لأن الإسكار هنا قولك هذا السائل مسكر، مسكر ممكن يكون وصفا له، فكأنه في يشعر بالتقارب بين هذا المفهوم الذي في الوصف وبين هذا المفهوم الذي في العلة، ويريد أن يفرق لنا الآن. قال الفرق بينهما أن الصفة قد تكون علة الإسكار وقد لا تكون علة الإسكار، قد لا تكون علة الإسكار وقد تكون علة الإسكار، هذه في الصفة. أما غيره فقد يكون متممة، ليس هي العلة لكنها متممة للكلام، فليست هي العلة ولكنها متممة، فالمتمم أقل درجة من الذي قبله. تمام. قال فإذا كانت متممة للكلام فلا يكون علة لذلك لا يتعلق به الحكم. أعيد الكلام حتى نأتي لإمام مالك وجماعته. قال إن العلة في فرق بين مفهوم صفة ومفهوم العلة، بأن مفهوم العلة قد تكون العلة هي الإسكار في الخمر وقد لا تكون هي العلة. في التحريم قد تكون العلة إيش؟ الإسكار، وقد لا تكون هي، لكنها متعلق بهذا الأمر. أما في الصفة قد تكون متممة، بمعنى يتمم الكلام فقط، يبين الكلام. يبين الكلام في ماذا؟ فيما لو كان للأمر جهتين أو هيئتين أو جسمين فذكرت الواحدة وبقي ثاني، له جسمان أو نوعان فذكرت نوعا وبقي إيش؟ نوعا آخر، فذكر هذا النوع يتمم أن النوع الأول أو الذي فهمته والذي لم تفهمه كلها داخل فيها، فتمت إيش؟ فتمت الأنواع كلها. قال من باب التتميم لا يكون مثل العلة، لا يكون مثل العلة. مثال هذا الكلام يدوخ. قال مثاله مثال العلة في الغنم التي ذكر قبل قليل، وفي صدقة الغنم في صائمتها. قال العلة فيها التي ذكرها وفهمناها من في صائمتها، فهمنا من صائمتها أن المعلوفة ليست فيها إيش؟ صدقة. ليست فيها صدقة. قال إيش ليس هكذا؟ لأن ذكر الصوم هنا متممة فقط لبيان أن الغنم غنم، العلة الغنم وليس الصوم ولا التعليف أو الإعلاف، لكن العلة الغنمية. ما دام الغنم موجود هل علة وقف؟ كونها صائمة كونها غير صائمة، قال هذه متممة فقط وليست العلة. فلما لم تكن العلة لم يقل بها إمام، لم يقل بها إيش؟ الإمام، لأن ليس محل تعلق الحكم. وهذا كلام؟ نعم. طيب، هذه هي المفاهيم التي ذكرناها وعددناها، 9 مفاهيم تعود عليها إن شاء الله في الكتاب في أي مكان بعدين تستذكرها بسهولة. أيضا الجمهور من العلماء يذهبون إلى أن مفهوم المخالفة حجة شرعية كما بدأنا في البداية، يأخذون أنها حجة شرعية. نعم، يستدلون بها جملة هكذا بشرط، وقيدوه إلا إذا وجد مانع شرعي. إذا وجد مانع شرعي فإن هذه المفاهيم، أي مانع وجد فيه، أي مفهوم وجد فيه مانع شرعي فلا يكون حجة. لا يوجد فيه مانع فإنه يكون إيش؟ يكون حجة. هذه الموانع قالوا إذا كان القيد الذي ذكر في هذه المفاهيم كلها، المفاهيم قيود كلها قيود، أي قيد ذكر
وكان سبب ذكره أنه خرج مخرج الغالب، مخرج إيش؟ الغالب، أنه في الغالب هكذا. إذن لا يعتبرونه، لا يعتبرونه إذا خرج مخرج الغالب، فهذا يمنع من أن يفهم ذلك الفهم. مثاله قال سبحانه وتعالى إذن في من تحل وفي من لا تحل، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أعوذ بالله، وربائبكم اللاتي في حجوركم. وتعرفون أن الربيبة هي بنت الزوجة، نعم بنت الزوجة من غيره، طبعا بنت الزوجة من غيره، وإلا إذا كان منه فهو بنته، نعم لا يسمى ربيبة، ربيبة بنت الزوجة من غيره. قال فيه المولى عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم. كلمة في حجوركم ماذا تفهم منه أو ماذا تفهم منها؟ أن التي ليست في الحجر حكمها تختلف، تمام؟ قال الجمهور إن وصف الربائب في حجر الزوج في حجوركم هذا خرج مخرج إيش؟ مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أنها تكون في حجر زوج أمها، نعم، فليس مقصودا هو، اللاتي في حجوركم ليس مقصودا، وإنما خرج مخرج إيش؟ مخرج الغالب. فلا يقصد به التحريم، أن التحريم يكون فقط إذا كان في حجر، قال لا. ومنه قوله تعالى أيضا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. زوج وزوجته بينهما شقاق ويريد أن يصطلحا، ويريد أن إيش؟ يصطلح. أن يصطلحا. هذا الاصطلاح الذي جوزه الشرع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه إجازة، كان الوصف فيه إن خفتم، إن خفتم ألا يقيم حدود الله. ها يا شيخ، هذه من مفاهيم الشرط هناك، لكن هنا خرج مخرج آخر يجعله لا يستخدم فقط، وإلا هو من المفاهيم التي فهمناها ويجوز أن نفهم فيها. قال فإن خفتم إن لم تخافوا، لذلك قال هذا في الخلع الذي بينهم ويريد أن يصطلح. قال وذلك لأن الخلع غالبا يكون بإيش؟ يكون عند خوف ماذا؟ عند خوف أن لا يقيم حدود الله. الخلع أجيز للمرأة أن تختلع عندما يقوم الخوف أن لا يقيم حدود الله، نعم. لذلك أيضا الآية جاء وخرج هذا المخرج الذي هو الغالب في الأمر، لأن الغالب في المرأة التي تختلع عندها خوف من شيء، لأن الحديث الذي يستند عليه العلماء في الخلع صاحب الحديقة، ليس كذلك؟ نعم، ردي إليه حديقته، نعم، هي قالت صريحة أنها لا تشتكي منه دينا ولا خلقا، ولكن هذا ولكن إن خفتم، نعم. فقالوا إن الخلع لا يكون في الغالب إلا مع الخوف، لذلك خرج هنا فإن خفتم فقط، وإلا ليس مقصودا أنك إذا لم تخف لا يجوز. أحيانا يخرج المفهوم هذا القيد في المفاهيم يخرج لأجل الامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على عبيده، ليس لأنه يقيده، وإنما فقط لذكر الامتنان على عبده. فقال سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه إيش؟ لحما طريا. فاللحم الطري من البحر معروف، قد يتفاخر
وليس معنى تفاخر تماما، لكن قد يقول شخص أو يبدي أنه أكل أحسن مما أكلت من السمك، يقول لا لا لا، أنا السمك الذي أكلته الليلة أو تعشيت به فقد أخرجوه من البحر وأنا أصل أخذتها، وأنت الذي أخذته من الثلاجة ومن شيء. طيب السمك من الثلاجة والسمك الذي من البحر أيهما أحلى؟ اللي خرج من البحر الآن. فامتن الله سبحانه وتعالى على هذه السمكة التي هي طرية خرجت من البحر ونأكلها نتلذذ بها. من الذي خلقها؟ على هو، وسخر لنا البحر نركبه ونأخذ منه هذه اللحوم الطرية ونأكلها طرية لذيذة. إذن هذا من باب الامتنان. وهل لتأكل منه لحما طريا إذا كان السمك ليس طريا لا نأكله؟ نأكله، نعم نأكله ولو لم يكن طريا، تمام. إذن الطراوة هنا من باب الامتنان وليس من باب القيد، تمام. أحيانا يخرج مخرج التأكيد، يذكره سبحانه وتعالى فقط ليؤكد الكلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش عن أمها أم سلمة قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز له؟ نعم. فإذا تؤمن بالله خرج مخرج التأكيد فقط، يؤكد على المؤمنة أنها لا تفعل. قال: فالوصف بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا للقصد أو لا لقصد التقييد، ليس أنه مقيد بالإيمان بالله واليوم الآخر، لا، إنما ليؤكد فقط. وأن غير المؤمنة كالكتابية يحل لها الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ليس هذا قصد، ما يحل أيضا. ولا يجب عليها الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا، ليس معناه هكذا، بل الكتابية التي تحت المسلم مثل المسلمة سواء في إحداد زوجها. نعم. إذن تؤمن بالله واليوم الآخر إنما هو للتأكيد فقط وليس للقيد، بحيث إذا لا تؤمن يجوز لها، لا. أحيانا يخرج لأجل أو يمنع، المفهوم لأجل بيان الواقع الحال، يبين الحال لبيان الحال. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين في تعاملهم مع الكافرين أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب، لو أن المؤمنين اتخذوا الكافرين أولياء مع المؤمنين، انتبه ليس من دون المؤمنين، لكن لو أن المؤمنين اتخذوا الكافرين أولياء من دون مع المؤمنين، اتخذوا المؤمنين أولياء واتخذوا الكافرين أولياء، يجوز؟ لا. إذن قوله من دون المؤمنين إنما فقط لأجل بيان الحال، حال الذي هم كانوا فيه فقط. نعم، أنه أبدا لا يجوز للمؤمن بأي حال أن يجعل الكافر وليا أبدا، وليس أنه والى المؤمنين ووالى الكافرين، ما يمشي. نعم، واضح؟ طيب. فقال أيضا في قيد آخر، وهذا يفسد المفهوم أيضا، كون القيد للمبالغة، انتبه فيه للتأكيد وفيه لبيان الغاية وكذا، لكن هذه للمبالغة، بالغة وليس له مفهوم، لأن المقصود
من الكلام المبالغة فقط وليس القيد. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، قلبه كبير صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنه لو علم أنه لو زاد على ما ذكر القرآن ويغفر الله لهم سيزيد عليه، لكن قال العلماء ليس هنا من باب التقييد وإنما هو من باب المبالغة، يعني لو زدت عليه أيضا يكون أمامك، حتى الآن النهي موجود أمامك. فقال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ف70 مرة ذكرها المولى عز وجل قالوا من باب المبالغة، وهذا نفهمه أيضا في لغاتنا المحلية، في لغاتنا المحلية، في تعاملاتنا، في كلامنا، في هذا الباب الذي نقصد فيها المبالغة، نتكلم إما بالأعداد وإما بكلام يفهم منه أنه فقط يريد يبالغ في النهي أو في الأمر فقط. نعم، فيقول لك مثلا امسكه 12 يدا، هل عند واحد 12 يد؟ نعم ما في، لكن هذه ببعض اللغات المحلية ترجمتها هي هذه، امسكها أو امسكه 12 يد، 12 يد ما في شيء، وهكذا. أحيانا يقول لك لو قلت هذا 7 مرات، لأن 7 عدد كبير في الأعداد سابقا، ولا يقصدون به عدد كما قال هنا، أيضا نقول هناك لا يقصدون به الرقم، إنما يقصد به إيش؟ المبالغة، أنك مهما فعلت ما يترك، أو مهما فعلت سيقدم عليه، تنهاه فتقول 7 مرات، لو نهيتني 7 مرات سأفعل، أو يقول لك لا أفعل، ولو أمرتني 7 مرات أيضا لا أفعل، وهكذا. فيقصدون به إيش؟ المبالغة. فقال العلماء هنا أن الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل 70 مرة إنما جاء من باب إيش؟ المبالغة. قال ليس تقييدا، تقييد الاستغفار بكونه إن وقع 70 مرة، قال هذا لا ينفعهم، خرج مخرج المبالغة، هذا الكلام خرج مخرج المبالغة فقط في عدم الغفران، فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد على 70 ينفعهم ذلك، بل المراد أن الاستغفار لهم لا ينفعهم، لا ينفعهم. فهكذا ذكر العلماء موانع المفاهيم، هذه الأشياء التي ذكرناها من التأكيد ومن المبالغة ومخرج الغالب، وهكذا ذكروها أنها إيش؟ على أنها موانع شرعية لهذه المفاهيم فلا يفهم. أحيانا يكون الذي يمنع من المفهوم أن السائل تمام ذكر شيئا فيذكر القيد، أو أن حادثا حدثت فذكر قيد، لسبب هذه الحادثة أو لسبب سؤال هذا السائل فإن القيد لا يكون له تأثير، لا يكون له تأثير اعتبار. نعم، كررناها وهي الأخيرة إن شاء الله، في الغنم السائمة الزكاة ذكرناها، ولكن هذه خصصوها للغنم السائمة الزكاة. قالوا الصوم هنا أو تقييد الغنم بالصوم كان لمن سأل، هكذا قالوا، كان لمن سأل، هو عنده غنم سائمة ومعلوفة فسأل عن سائمة، إذن كما قلنا أو كما قالوا في ما سبق أنها إذا كانت متممة فلا يعتبر، كذلك هنا، لكن هنا جاءه بطريق آخر أن سائلا هو الذي سأل، وسأل أيضا فيه معنى التتميم، لأن الذي سأل عنده غنم، وفي الغنم سائمة وفي الغنم غير سائمة، فسأل عن الغنم السائمة، أو أنه لحادثة
غرض بيان ذلك لمن له صائمة، أن الحال أو الحادثة أن الرجل عنده من الغنم صائمة، فيريد أن يبين له هذه الحادثة. يا شيخ عندك صائمة؟ قال نعم عندي صائمة. لم يسأل هو، ولكن عنده غنم صائمة، تمام؟ فقال في الغنم الصائمة زكاة، أو في وفي صدقتها في الغنم الصائم في الصدقة، في الصدقة الغنم في صائمتها. فهنا لبيان حادثة أو لذكر حادثة فقط لما عنده، أو أن سائلا سأل كما قال، فإذا كان سائلا عنده غنم صائم وغير صائم فسأل عن الصائمة فأجابه، هل يكون له مفهوم؟ قال لا يكون له مفهوم. كذلك في هذه الحادثة الذي رجل عنده أغنام، عنده أغنام سائمة، فبين له أن سائمتها فيها الزكاة، إذن لا يكون له إيش؟ لا يكون له مفهوم. هكذا قالوا. قال فلا يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، بل المعلوفة المعلوفة والسائمة سيان في وجوب ماذا؟ في وجوب الزكاة. لماذا؟ لوجود هذا المانع من المفهوم. فعند مالك أن هذا مانع من المفهوم، فلذلك أوجب الزكاة في السائمة وفي غيره، وفي غير صائمة. هذه نهاية المفاهيم إن شاء الله، ونتوقف هنا إن شاء الله لدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، شكر الله جزاك الله كل خير، ويبارك في عمره وينفعنا بعلمه، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم. وقبل فتح الباب للأسئلة شيخ، نعم، بما أن نحن مقبلون على رمضان وهو مقبل إلينا، جيد، نسأل الله رب العرفين اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نرجو فضلتكم توجيها ونصيحة عامة لكم الأمة الإسلامية بأسرها، نعم، لاستقبال هذا الموسم العظيم، نعم، وكيفية الارتفاع بها والاستفادة من أيامها ولياليها. جزاكم الله كل خير. أخشى أن يداهمنا الوقت. طيب، ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكلام في هذا الباب لا يطول، أنتم أهل لأن توصوا ناس، ليس أن أوصيكم أنا، إنما من باب التذكير فقط. كما قال شيخ عبد الله، رمضان مقبل علينا، أو نحن مقبلون على رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. شهر صوم، شهر تقوى، وشهر صبر، وشهر عبادة، شهر قرآن، وشهر صدقة، وشهر صلة الرحم، كله خير. شهر كله خير، فعليه كما عرفتم دأب السلف الصالح رحمهم الله بعد رمضان إلى 6 أشهر يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الأعمال الصالحة التي قدموها في رمضان، وبعد ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان القادم، فهذه من سنتها. ويجب من الآن ونوصي به العزم، العزم على القيام بهذه الطاعة، العزم، عقد العزم. لا نكون مثل كثير من الناس، وحتى تتبعهم بعض الجماعات من الناس الذين ينتسبون إلى العلم، يستثقلون رمضان، كلما ذكروا رمضان ذكروا كلمة في لغتهم يشعر بالخوف. لا، بالعكس، يجب أن نستبشر بإيش؟ برمضان. فنوصي
أمثالكم في دروسكم، في أماكنكم، في مساجدكم، في حلقاتكم، في بيوتكم. بشروا الناس برمضان أنه شهر خير، شهر خير وشهر عبادة، شهر قبول. ونعقد العزم على صيامه لله سبحانه وتعالى من الآن، لأن كما يقول العلماء عقد العزم على الطاعة واجب. عقد العزم على الطاعة هذا واجب، كما أن ضده محرم. ما هو ضده؟ عقد العزم على المعصية. نعم. فلذلك نعقد العزم الآن حتى ندخل في هذه العبادة. الناس الآن في المساجد صراحة كثر الاستقبال إلى من يصلي بهم التراويح، يصلي بهم بعد أيام بالتهجد. نسمع كثير من المساجد ما شاء الله فيها شباب يصلون بالناس، فنحرص أيضا على إقامة هذه الصلوات في المساجد مع الجماعات، واستغلال فرصة في مساجد لإلقاء كلمتين في الوقت المناسب. نعم، كلمتين في الوقت المناسب، ليس في كل عقب كل صلاة سلام عليكم عقب كل صلاة، لا، لكن في الوقت المناسب، إما بعد العشاء قبل التراويح أو بعد الظهر. يعني كثير الناس يصلون في رمضان يتواردون إلى المساجد كثير، حتى الذين لا يكثرون الذهاب إلى المسجد في رمضان ما شاء الله يذهبون المسجد. فنستغل هذه فرصة نعطيهم كلمة لعلاج قضايا اجتماعية، علاج قضايا دينية، خاصة تعليم أشياء الناس يجهلونها، تعليمهم خاصة السنة. كثير الناس لا يعرفون السنة، لا يتركون إلا سنة. نعم، يحرص على عبادة لكن بطريقة ليست مصنونة، يعني ليست من السنة، يحرص عليها. بينوا للناس حتى في الأدعية، في بعض الناس ملتزمون بأدعية لا سبيل لها إلى السنة، لكن ملتزمون. علموهم دين يسر وواضح جدا. الأدعية التي هي المأثورات ما أحد يستطيع أن ينتهي في دخول المسجد فقط. لو أنت تقرأ الأدعية التي في دخول المسجد قبل أن تدخل المسجد، الإمام سينتهي من الركعة الأولى. لكن اقرأ ما تستطيع. وعلموا الناس أيضا، استغنموا هذه الفرصة، فهي فرصة كبيرة كما قال الشيخ عبد الله، فنستغلها في هذا، ونستغل في إحياء أيضا الحلقات إذا سمحت، مثل هذه الحلقة أو دونها كما قلت في المسجد. والناس من قبل وأظن حتى الآن يفعلونه بطريقتهم، يأتي بجلالين إمام المسجد أو من يسمونه عالم عندهم في المنطقة، أو هم يختارونه حتى من مكان آخر، أحيانا يستجلبونه من مكان آخر. في رمضان يكون في سيركندا هنا وبيته في جارة هناك، شوف يترك جارة ويأتي هنا في سيركندا، ويجلس هنا أو من كيان يأتي هنا في سيركندا. وطريقتهم أنه يفرش مثلا ويقرأ فيهم الجلالين ويقرأ فيهم تفسير. جيد، هذا جيد، تفهم كيف؟ جيد. لكن نحن سنستغل أيضا هذه، نعلمهم فيها الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة، دروس خفيفة. نعم، دروس خفيفة، ليس تفسيرا مباشرة، لكن دروس خفيفة تبين فيها أصول أهل السنة والجماعة، أخلاقيات أهل السنة والجماعة، تعامل أهل السنة والجماعة، ذكر مناقب أهل السنة والجماعة، خاصة إمام مالك رحمة الله عليه. كثير من الناس يؤمنون في مالك أو يحبون مالك، نقول هكذا، يحبون في مالك، لكن ما يعرفون مالك أنه كان رقم واحد في السنة، فيترك السنن كلها لأجل أنه مالكي. لا أبدا، اللي فرق بين السنة والمالكية فمالك بعيد عنه. نعم، فنعلم الناس أيضا، أو نستغل هذه الفرص ما دام الناس يقبلون على استماع في المسجد بعد صلاة الظهر إلى العصر مثلا تفسير، حاول معهم، ادخل معهم، لا تقول أنا ما أدخل معهم، ادخل معهم، فسر لهم، لكن في شرحي أنت تكلم، أنت صاحب الكلمة، ليس كذلك؟ نعم، أنت صاحب الكلمة، فأعطيهم دروس ينفعهم فيها. بعض الناس يستغل رمضان أيضا وإن كان في الليل خاصة، عند
كثير من الناس يكون ضيقا فيها تراويح فيها صلاة كذا فيها تهجد، لكن يقيمون بعد الدورات السريعة، دورات سريعة. مجموعة مننا يختار كتاب صغير، والكتاب لا يغور طبعا نقصد بها صغير الحجم، لكن العلم لا يكون صغيرا ولو مسألة واحدة ليست صغيرة. نختار كتاب صغير نعمل فيها دورة، دورة حتى ولو نقرأها، نقرأ ننتهي من قراءة كتاب كذا معين. تفتكر انتهينا من قراءة كتاب اللمع قراءة فقط، نجلس نحن طلاب علم تخرجنا في الجامعات في الجامعة أو نحن في الجامعة نقرأ، من هنا يقرأ وهنا يقرأ، ثلاثة اثنين ثلاثة ننتهي من قراءة ولو صفحة واحدة، سيبقى بعد القراءة أو مسألة أو مسألتين ستبقى عندنا ونستفيد من هذه إيش هذه القراءة. فالدورات الصغيرة هذه أيضا ممكن نستغل شهر رمضان ونجعلها فيها، وليس كما يقول الآخرون يزورون فلان ويزورون فلان. في ناس عندهم زيارات، لما يزور الشيخ أنه شيخ عالم يظن هذا شيء كبير، أكبر منه أن نقرأ في كتاب، نجتمع ونتدارس في كتاب، ليكون تفسير، ليكون في كتاب العقيدة، ليكون في كتاب لغة، حتى اللغة ليكون في كتاب اللغة في مسألة من مسائل النحو نحتاج إليه ولا ما نحتاج إليه؟ نحتاج إليه، ما دام هو علم نحتاج إليه. المشاكل الاجتماعية كثيرة جدا، نعم، الأخلاقيات في البيوت بين الزوجين، هذه كلها يمكن تكون مواضع نستغل رمضان ونتحدث فيها مع الناس، لأن الناس في رمضان مهما يكون كما قلت يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن يصوم ويترك كذا ويترك كذا ويترك كذا، حتى بعض المدخنين الكبار يتركون إذا عزم ووجد من يشجعه يترك الدخان من رمضان، غالبا يقول لك من رمضان تركت الدخان، نعم، لأنه شو معنى في الخير وفي فيه البركة. فنستغل هذه الفرصة أيضا ونكلم الناس في الأخلاقيات في البيوت، فالبيوت فيها مشاكل كثيرة صراحة. بعضهم ينسبه إلى جهة معينة أو إلى صنف معين من الناس، لأن الناس يتصلون يسألون يتصلون يسألون، قد يكون هو صحيحا فيه أو يريد فقط إثارة المشكلة، لكن بعضهم ينسب هذه المشاكل الزوجية إلى فئة من الناس أنهم يتزوجون ويطلقون، نعم، فهذه مشكلة اجتماعية يجب معالجتها، قد لا يكون هم كما يقولون، لكن لابد أنه حدث شيء، نعم، في شيء حدث، هذا الشيء الذي حدث ننظر إليه، إن كان دينا فالحمد لله، إن لم يكن دينا فنخرج منه أبدا، خاصة نحن هذه الفئة التي تنتسب إلى العلم، أبدا لا يجوز أن ينسبوا إلينا ما ليس دينا. الأخلاقيات هذه أيضا ممكن إصلاحها من خلال رمضان بالدروس، بهذه الدورات الصغيرة كما قلت، وبهذه الجلسات في المساجد، وإحياء ليالي هذه الشهور هذه الليالي. طبعا بعض الناس ستواجهون أنه يقول لك يا شيخ إمام مالك كان يوقف درسه في رمضان ويقول شهر عبادة، نعم شهر عبادة هي. شهر عبادة، نعم، فمن استطاع أن يحيي لياليها أبدا لا مانع، إذا كان عنده درس يوقفه، نعم، ما عندك مشكلة فيها، ما فيها أي درس، لا نقول بأن الدرس لا بد أن يكون في رمضان، لا، قد توقف درسا لأجل عبادة، لكن لا يكون الإيقاف للاستراحة، نعم، للاستراحة وللكلام وللأكل والشرب، لتجد وقتا طويلا في الليل تأكل وتشرب وتتمتع إلى الفجر، لا يكون هكذا، إنما يكون لأجل عبادة، نعم. فكان يوقف رحمه الله درسه خلال رمضان صحيح، ويقول شهر قرآن، يقرأ قرآن ويقرأ أمور ويجتهد في العبادة، فنجتهد أيضا في العبادة، لأننا في حاجة إلى إصلاح أنفسنا، الإنسان خاصة طالب العلم في حاجة إلى إصلاح نفسه. هذه اللمعة الصغيرة قلتها في محاضرة قبل أسبوع، هي صغيرة اللي هي القلب، هذه صغير لكنه عجيب، صغير في داخل الإنسان ويستطيع أن يحتوي كل العالم، لأنه لا يجوز مثلا بغض أي مؤمن من المؤمنين، هل يمكن؟ يجوز؟ ما يجوز. إذن ماذا يكون فيه؟ الحب أين يكون؟ في القلب. أحببت كل المسلمين، شفت كيف؟ هل كل المسلمين يدخلون في داخلك؟ لا، صغيرة هي لكنها كبيرة، فهذا الصغير الكبير يجب أن ننظفها نطهرها
من أدران المعاصي ومن أدران البغض والكراهية والحسد والأمور هذه كلها نبتعد عنها، نتعالى عن هذه السفاسف، هذه سفاسف الحقد والحسد والأمور هذه، كل هذا لا ينبغي للمسلم، ليس من أخلاق المسلمين أبدا. ورمضان فرصة كبيرة لتطهير القلب بسبب تكثير أيضا الأعمال، أعمال القلبية وأعمال بالفكر طبعا وباللسان ذكر وبالحركات أخرى الصلاة وبأمور أخرى. نعم، نكثر من الخير من خلال رمضان بإذن الله تعالى. شيخ عبد الله، إن شاء الله هذا سينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يمتعنا بالصحة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.